التبادلية أساس الحياة، فكل شيء من طرف واحد يموت. لذلك امنح حبك لمن يحبك، امنح وقتك لمن يقدر لك تفرغك، امنح ثقتك لمن يكتم سرك ولمن أسراره أيضا معك، امنح ظهرك لمن يتعالى عليك أو يتجاهلك، امنح صمتك لمن لا يفهم كلامك، امنح روحك لمن يكون صنوها ويكون في الضيق ملاذك، امنح قلبك لمن يداوي جراحك ويلملم أشلاءك، امنح قلبك لمن تثق أنه بأمان معه وأنه وقت العسر والحاجة سيكون ملجأك وخلاصك، امنح قلبك لمن تزهر بصحبته ولمن يرى الدنيا معك ومن خلالك.